بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمه الله. الدرس 73. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال المؤلف رحمه الله: باب صلاة العيدين. لما فرغ من صلاة الجمعة ذكر بعدها
صلاة العيدين لتشابه الصلاتين، لأن كل منهما عيد، فهذه الجمعة عيد الأسبوع، والفطر والإضحى عيد العام، وذلك أن الله سبحانه وتعالى شرع للمسلمين اجتماعات تتكرر في اليوم وفي الأسبوع وفي العام وفي العمر، فشرع لهم اجتماعات تتكرر في اليوم والليلة 5 مرات للصلوات 5، وشرع لهم اجتماعا أسبوعيا أكبر منه وهو لصلاة الجمعة، وشرع لهم اجتماعا أكبر من اجتماع الجمعة وهو صلاة العيد كل عام، وشرع لهم اجتماعا في العمر مرة وهو الحج بالنسبة للمسلم، أنه يجب عليه العمر مرة. هذه الاجتماعات فيها مصالح المسلمين، فيها إظهار العبادة شعائر الإسلام، فيها تعارف المسلمين وتآلفهم، وفيه إظهار قوة المسلمين وإرهاب العدو إلى غير ذلك من المصالح. فالإسلام يحث على الاجتماع والائتلاف، اتحاد الكلمة، بل يوجب ذلك على المسلمين، وهذه الاجتماعات توطد هذا المعنى وتعود المسلمين على الاجتماع والائتلاف، فلله الحمد والمنة على ذلك. والعيد اسم لما يعود ويتكرر، وهو قسمان: عيد زماني وعيد مكاني. العيد الزماني عيد الفطر وعيد الأضحى، والعيد المكاني مثل الكعبة المشرفة، المسجد الحرام ومنى ومزدلفة وعرفة، هذه أعياد مكانية للمسلمين يجتمعون فيها للعبادة توحيد الله سبحانه وتعالى. وليس للمسلمين أعياد زمانية ولا مكانية غير هذه الأعياد، غير هذه الأعياد الشرعية. أما ما عداها من الأعياد فإنها أعياد جاهلية، لا يجوز للمسلمين أن يحتفلوا بها وأن يظهروها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد لهم عيدين، يعني في الجاهلية، يجتمعون فيهما ويظهرون فيهما ما يشاءون من اللهو واللعب وسنن الجاهلية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أبدلكم بهما يومين، عيد الفطر وعيد الأضحى، هذه الأعياد الشرعية التي شرعها الله للمسلمين، وكل منهما بعد أداء ركن من أركان الإسلام. فعيد الفطر بعد أداء ركن الصيام، صيام رمضان، وعيد الأضحى بعد أداء ركن الوقوف بعرفة الذي هو الركن الأعظم للحج. فلا يجوز للمسلمين أن يحدثوا أعيادا غير ما شرعه الله لهم، كأعياد الموالد، سواء موالد الأنبياء أو موالد الأولياء أو موالد العظماء من الناس، أو الموالد الفردية بأن يحيي كل عيد ميلاده، هذا من أمور الجاهلية التي ما أنزل الله بها من سلطان. لا يجوز للمسلمين أن يحيوا أعياد الجاهلية، ولا أن يحدثوا في الإسلام عيدا غير ما شرعه الله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرر عيد الفطر وعيد الأضحى بديلين عن أعياد الجاهلية. فلا يجوز للمسلمين أن يحدثوا أعيادا بأي اسم كان، سواء سموها أعيادا أو أياما،
لا يجوز هذا للمسلمين، وإنما هذا من سنن الكفار ومن أعياد الجاهلية، سواء سموها أعيادا أو أياما أو أسابيع أو غير ذلك. قد أغنى الله المسلمين بشعارهم وعيدهم عن الأعياد المحدثة والأعياد البدعية والأعياد الجاهلية. نعم. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. هذا فيه أن المسلمين إذا أفطروا من شهر رمضان بناء على رؤية الهلال أو إكمال العدة 30، حيث قال صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته، يعني الهلال، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم، يعني لم تروا الهلال بسبب غيم أو قتر أو حائل دون رؤيته، فأكملوا عدة شعبان 30. فإذا صام الناس بإحدى هاتين العلامتين لم يجد لأحد أن يخالفه، لأنه يكون شاذا ومخالفا للمسلمين وشاقا لجماعتهم، فيجب على المسلم أن يكون مع المسلمين ولا ينفرد. إذا صاموا لرؤيته بأن رآه واحد من المسلمين وحكم القاضي بشهادته، وجب على المسلمين عموما أن يفطروا، ولا يجي واحد يشكك في الرؤية ويقول: لا هذا ما هو بثقة، أو هذا ما يعرف المطالع، أو ما يعرف الدرجات الفلكية، مثل ما يقول بعض المتحلقين الآن، يشكك في رؤية الهلال ويوجد عند ضعاف المسلمين وجهالهم عندهم شك، يوجد عندهم شكا في عيدهم وفي فطرهم وفي أضحاهم في صيامهم، هذا لا يجوز، وهذا يجب أن يؤدب، أنه يريد تشويش. في وقتنا هذا أكثر المتحذلقون من الكلام في صيام رمضان، في بداية صيام رمضان وفي نهايته صاروا يتكلمون في الجرائد ويعقدون اجتماعات وندوات ومؤتمرات بزعمهم أنهم يريدون أن يظهروا الحكم الصحيح في بداية الصيام ونهايته، يقولون إن الناس يختلفون، فنحن نريد أن نجمعهم على رأي واحد في العالم كله. هذا ما هو مستطاع ولا ممكن، وهذا تشديد، والدين يسر ولله الحمد. يقول صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فعلق الصيام والإفطار على أمر واضح ليس فيه تكلف، إما رؤية الهلال وإما إكمال الشهر 30 يوما، وهذا بحسب كل بلد بحسبه، حتى لو لم يتفق مع البلد الآخر لا مانع من ذلك، إذا بنوا على أمر شرعي من الرؤية أو إكمال العدة في بلدهم ولو اختلفوا مع بلدنا، فهذا لا يعد تفرقا ولا اختلافا، لأنهم أخذوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. أيضا صام معاوية رضي الله عنه أهل الشام ليلة الجمعة يوم الجمعة، رأوا الهلال في الشام ليلة الجمعة وصاموا يوم الجمعة، فقدم كريب من الشام صام معهم، وقدم من الشام وقال لابن عباس رضي الله عنه، أخبره عن رؤية أهل الشام، فقال ابن عباس رضي الله عنه: لكن رأيناه ليلة السبت. اختلفت رؤية أهل الشام عن رؤية أهل المدينة، لكن رأيناه ليلة السبت ولا نفطر حتى نراه، عملا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. هذا لا يؤثر، لأن كل من
المسلمين في محلهم بنوا على أمر شرعي رؤية الهلال أو إكمال الشهر 30 يوما، والمطالع تختلف، المطالع تختلف اختلاف الأقاليم، وكل بلد له حكم رؤيته، ولا يعد هذا من التفرق والاختلاف كما يقول هؤلاء. يريدون أن يجمعوا العالم كله على يوم واحد في الإفطار والصيام، هذا خلاف المشروع، وهذا مستحيل أيضا. منهم من يقول نعمل بالحساب الفلكي، نتوحد على الحساب الفلكي. الرسول ما قال نعمل بالحساب الفلكي، والحساب الفلكي أيضا عمل بشر، هل هو معصوم؟ هو عمل بشر، ما يخطئ أكثر مما يصيب. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يحن على الحساب الفلكي، بل حالنا على شيء واضح يعرفه كل أحد، العامي والمتعلم والبدوي والحضري، رؤية الهلال أو إكمال الشهر 30 يوما، هذا يعرفه كل أحد ولا يحتاج تكلف. ومنهم من يقول نعمل مراصد فلكية، الرسول ما أمر بهذا، هذا تكلف، وما كل الناس يستطيعون عمل مراكز مراصد فلكية، تحتاج إلى نفقات ربما تتعطل، والذين يستخدمونها قليلون، يحتاجون إلى نيران وتعلم، هذا كله تكلف ما أنزل الله به من سلطان. يكفي الرؤية بالعين المجردة، يراه البدوي والحضري والعامي والمتعلم بالعين المجردة، ليس في ديننا حرج ولا تكلف. ومنهم من يقول لا نستعمل مركبة فضائية. طيب المركبة الفضائية تيسر لكل الناس، وهل تبقى المركبة للناس دائما وأبدا؟ أما يمكن يأتي وقت تتعطل هذه الحركات وهذه الصناعة تنتهي. والدين إلى يوم القيامة، ما هو مخصوص بوقت معين، الدين إلى يوم القيامة. فما علق الرسول صلى الله عليه وسلم أحكام الدين بهذه الأمور التي هي من عمل البشر، وهي أيضا عرضة للزوال، ولا يعرفها إلا خواص من الناس، ما كل الناس يعرفونها، ولا كل الناس تتيسر لهم هذه الأشياء. فنرجع إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم، صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. وكان إذا جاءه الرجل وأخبره أنه رأى الهلال أمر الناس بالصيام، رجل واحد مثل ما أخبره ابن عمر، مثل ما أخبره الأعرابي كما في كتاب الصيام، أمر الناس أن يصوموا وأن يفطروا بدون أنه يعمل أشياء من هذه التكلفات. فديننا ولله الحمد دين اليسر، والمسلمون لم يختلفوا في، ليس سبب اختلاف المسلمين الآن هو بداية الصيام ونهايته، لأن هذا كان موجودا في الصدر الأول ولم يتفرقوا، كما ذكرت لكم في قصة ابن عباس رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه، ما تفرقوا ولا اختلفوا، وإنما كل عمل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم في بلده وفي إقليمه. الذي فرق المسلمين في الحقيقة هو الحكم بغير ما أنزل الله، هذا هو الذي فرق المسلمين، الحكم بغير ما أنزل الله، هذا هو الذي فرق المسلمين. فإذا كان هؤلاء يريدون أن يعالجوا سبب التفرق، فليعالجوا هذه القضية، وليعقدوا لها المؤتمرات والندوات والتوصيات، أن هذا هو السبب الوحيد في تفريق المسلمين. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم، وما لم يحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم، هذا هو السبب في تفرق المسلمين. أما لو أنهم حكموا كتاب الله لم يحصل هذا التفرق وهذا الاختلاف. هذه قضية مهمة جدا أثارها هؤلاء، وزعموا أن تفرق المسلمين سببه أنهم يختلفون في مبدأ الصيام ونهاية الصيام. طيب المسلمون ليسوا يختلفون أيضا في مواقيت الصلاة؟ الذي في المشرق يصلي قبل الذي في المغرب وقت طويل، ولا سبب هذا تفرقا بين المسلمين. فكذلك الصيام، كل يصوم بحسب
رؤيته للهلال أو إكمال الشهر 30 يوما، كما يصلي بحسب مواقيت الصلاة وإن اختلفت عن الأمثلة الأخرى. أليس التفرق تفرق المسلمين سببه اختلافهم في مواقيت العبادات؟ أبدا، وإنما سبب تفرق المسلمين هو الحكم بغير ما أنزل الله، هذا هو الذي فرق. فيجب أن نعرف هذا. كل سنة يحدثون جعجعات في الجرائد وفي الصحف عند إقبال رمضان وعند دخول رمضان، ويشككون الناس في الصيام، ويتكلمون في الرؤية وفي إثبات الرؤية. كل هذا من باب تضليل الناس وحملهم على مخالفة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وحملهم على عدم العمل بالحديث صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون. الحمد لله ما جعل الله علينا في الدين من حرج. فإذا صام أهل البلد بناء على إحدى العلامتين الرؤية أو الإكمال، فلا يسع أحدا من المسلمين أن يخالفهم في بلدهم، بل يصوم معهم ويفطر معهم. حتى لو بدأ الصيام في بلد متقدم ثم جاء إلى بلد متأخر في البداية، فإنه يلزمه أن يكمل مع أهل البلد الذي قدم إليه ولا يخالف، لا يظهر المخالفة. كل هذا من أجل توحيد الكلمة وعدم الافتراق بين المسلمين. نعم. فقوله صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون، هذا فيه دليل على أن المسلمين إذا صاموا بناء على رؤية أو إكمال عدة، فإنه يجب على كل من كان معهم في بلدهم أو في إقليمهم أن يصوم معهم وأن يفطر معهم. حتى قال بعض العلماء لو رأى الهلال هو بنفسه وهم ما رأوه وأكملوا العدة يجب عليه أن يتابعه ولا يعمل برؤيته وحده. لو أنه ما ثبت عند القاضي أو عند المفتي، ما ثبت عنده رؤية الهلال وأكمل شعبان 30 أو رمضان 30، ولكن هذا رآه بعينه، رآه، يقولون لا يعمل برؤيته وإنما يعمل مع المسلمين. قوله صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون، جمعا للكلمة واحتراما لاجتماع المسلمين وعدم مخالفة لهم. نعم. عن أبي عمير بن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه أن أبي عمير هذا ابن لأنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كنيته أبو عمير، واسمه عبد الله، وكان صغيرا عن ولذلك يروي عن عمومة الله من الصحابة، لأنه هو صغير لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما روى عن عمومة له من الصحابة الأنصار رضي الله عنه. أن ركبا جاءوا، الركب جماعة من المسافرين، جماعة من المسافرين ثلاثة فأكثر، قدموا على المدينة والناس صيام في آخر الشهر، فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال وكان الناس صائمين بناء على إكمال العدة، لأنهم لم يروا الهلال في المدينة، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا لم يرى تكمل العدة 30. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا، لأنه ثبت أن اليوم يوم عيد، أمرهم أن يفطروا لأن هذا يوم عيد ولا يجوز الصيام فيه، وأن يخرجوا غدا لعيدهم إذا أصبحوا، يعني من الغد، أن يغدوا لعيدهم، والغدو هو الذهاب في أول النهار، والرواح هو الذهاب
في آخر النهار، أن وإذا أصبحوا يعني من الغد أن يخرجوا لعيدهم. فدل هذا الحديث على أنه إذا تبين في النهار، إذا تبين في النهار رؤية الهلال أنهم يعملون بالرؤية. فإن كان في بداية الشهر يمسكون بقية اليوم ويقضونه، وإن كان في نهاية الشهر فإنهم يفطرون لأنه يوم عيد. هذه مسألة مهمة، أنه إذا ثبت رؤية الهلال في أثناء النهار في الليلة الماضية أن الناس يعملون بالرؤية إذا ثبتت عند القاضي. فإن كانوا في بداية الشهر يمسكون بقية اليوم ويقضونه بعد انتهاء رمضان لأنهم لم يصوموه كاملا، وإن كانوا في نهاية الشهر فإنهم يفطرون ولا يستمرون في الصيام لأنه يوم عيد. هذه مسألة. المسألة الثانية أنهم إذا لم يبلغهم العيد إلا في أثناء النهار بعد الزوال فإنهم يؤجلون صلاة العيد إلى الغد لأنه خرج وقتها، لأن وقت صلاة العيد ما بين ارتفاع الشمس إلى زوال الشمس في دخول وقت الظهر. فإذا لم يبلغهم الخبر إلا بعد الزوال أو بلغهم في الضحى لكن ما يتمكن الناس من الاجتماع لأنه يحتاج إلى تهيؤ وإلى انتشار الخبر في البلد، فلا يمكن الناس يتهيؤون إلا بعد خروج الوقت، فيصلونها من الغد في وقتها في الضحى. وقد اختلف العلماء هل تكون قضاء أو تكون أداء، الظاهر أنه قضى، الظاهر أن صلاتهم لها من الغد يكون قضاء لأنها فات وقتها فتكون قضاء من الغد. المسألة الثالثة في الحديث دليل على أكدية صلاة العيد وأنها لا تترك إذا فات وقتها بل تقضى من الغد. المسألة الرابعة في الحديث دليل على تحديد وقت صلاة العيد لأنه لو لم يكن محددا في اليوم لأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلوا بعد بلوغ الخبر ولو بعد الظهر أو بعد العصر، لكن لما كان وقتها محددا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يصلوها من الغد قضاء. نعم. وفيه أن وفيه المسألة الخامسة وهي مهمة جدا، وهي العمل برؤية الشاهد، وأنه يلزم الناس كلهم العمل برؤيته. إذا رآه واحد في البداية أو اثنان في نهاية الشهر فإنه يلزم الناس العمل برؤية الشاهدين أو الشاهد، وإن لم يكونوا رأوه هم، لأن فيه بعض الفرق الضالة الآن يقولون لا ما نصوم لما يراه كل أحد، ولذلك ما يصومون إلا يوم ثالث من شهر رمضان. في بعض الفرق الضالة الآن لا يصومون إلا يوم ثالث من رمضان لأنهم لا يعملون برؤية الشاهد أو الشاهدين، لا بد يصير الهلال القمر واضح يرونه جميعا، هذا مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ضلال والعياذ بالله. نعم. قال في سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم عند الخروج لصلاة العيد، وهي أنه كان لا يخرج في الفطر في عيد الفطر حتى يأكل تمرات، وفي رواية يأكلهن أفرادا، فيستحب للمسلم أن يعمل بهذه السنة يوم عيد الفطر حينما يذهب لصلاة العيد قبل خروجه يأكل تمرات وتكون أفرادا يعني أوتارا، إما ثلاث وإما خمس وإما سبع، لأن الله جل وعلا وتر يحب الوتر ولا يأكلهن أشفاعا
أن يأكل ثنتين أو أربع أو ست، هذا خلاف السنة، بل يأكل أفرادا، إما ثلاث وإما خمس وإما سبع إلى آخره، يقطعها على وتر. هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن ما الحكمة في أكله صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت؟ إظهار الإفطار، الحكمة إظهار الإفطار والمبادرة لامتثال أمر الله سبحانه وتعالى، لئلا يظن بعض الناس أنه يلزم الصيام لما يصلي العيد. النبي صلى الله عليه وسلم أزال هذا الوهم فأكل صلى الله عليه وسلم قبل أن يخرج، إظهارا للإفطار وامتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله في رواية معلقة يعني للبخاري، والمعلق عند البخاري هو الذي يرويه بدون سند، ما رواه البخاري بدون سند أن يسمى معلقا. ووصله أحمد، يعني ذكر الإمام أحمد سنده هذا الحديث الذي رواه البخاري معلقا بدون سند، الإمام أحمد رواه بالسند، فسنده موجود عند الإمام أحمد. نعم. هذا كالحديث الذي قبله أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يقع، يعني يأكل التمرات. اختيار التمرات لماذا؟ لأن التمرات فيها فوائد عظيمة، التمر فيه فوائد لا توجد في غيره، وأعظم فوائده الحلاوة، أعظم فوائد التمر الحلاوة، والحلاوة تقوي البصر وتقوي الجسم. اختيار التمرات لأجل ما فيها من الفائدة خصوصا بعد الصيام. نعم. وفيه زيادة، فيه زيادة أنه في الأضحى لا يكون لا يطعم حتى يصلي، فالأضحى يختلف عن الفطر، الفطر يكون طعمه صلى الله عليه وسلم قبل الصلاة، وأما الأضحى فيكون طعمه صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة. والحكمة في ذلك أن يأكل من أضحيته، أن يأكل من أضحيته، لأن الأضحية لا تذبح إلا بعد الصلاة، ويستحب للإنسان أن يأكل منها، فيبدأ أكله في هذا اليوم من أضحيته، هذه الشعيرة العظيمة. هذا وجه تأخير صلى الله عليه وسلم الأكل إلى ما بعد الصلاة مثل الأضحى، من أجل أن يأكل من أضحيته، أن الله جل وعلا يقول فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، كلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. فالأكل من الأضحية ومن الهدي ومن العقيقة سنة. نعم. هذا فيه عن أم عطية رضي الله عنها الصحابية الجليلة، قالت أمرنا بالبناء للمجهول، لكن الأمر هو الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابي إذا قال أمرنا أو نهينا أو كنا نؤمر أو كنا ننهى فهذا محمول على المرفوع، لأنه لا يأمر إلا النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينهى إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فله حكم المرفوع. أمرنا أن نخرج العواتق، العواتق جمع عاتق، وهي البكر أو المقاربة للبلوغ، البكر التي بلغت أو المقاربة للبلوغ، هذه العواتق. والحيض جمع حائض، وهي التي أصابها الحيض. والحكمة في إخراجهن حضور الخير ودعوة المسلمين، لأن هذا يوم عظيم واجتماع شريف وإظهار لشعار الإسلام، فيشاركنا فيه، يحصلنا على ما فيه من خير، ويشهدنا دعوة المسلمين. فالنساء غير الحيض يصلين العيد
ويحضرن الخطبة ودعوة المسلمين. وأما الحيض فإنهن يحضرن دعوة المسلمين فقط ولا يصلين. ويعتزل الحيض المصلى مصلى العيد، لأن الحائض لا تدخل المصلى ولا المسجد للجلوس، أما مرورها مع المسجد أو مع المصلى لا بأس، لكن الممنوع الجلوس. الحائض لا تجلس في المسجد ولا في مصلى العيد، كذلك الجنوب لا يجلس في المسجد ولا في مصلى العيد حتى يغتسل. فهذا الحديث فيه دليل على تأكيد الخروج لصلاة العيد على عموم المسلمين حتى العواتق والحيض. العواتق المخدرات في البيوت يخرجن للأهمية، وكذلك الحيض للأهمية، لأهمية هذا الاجتماع، فغيرهن من باب أولى، غيرهن من باب أولى. فدل هذا الحديث على تأكد حضور صلاة العيد، ودل على أن الحائض لا تدخل مصلى العيد ولا المسجد من باب أولى، وأنها تكون منعزلة بحيث تسمع الصوت، صوت الخطيب وصوت القاري في الصلاة، تستفيد مما تسمع. نعم. ودل على أيضا دل هذا الحديث على أن صلاة العيد تكون خارج البلد، تكون خارج البلد، وهذا يأتي إن شاء الله. كان أبو بكر، كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيد قبل الخطبة، اتفق عليه. هذا فيه دليل على مسائل. المسألة الأولى مشروعية الخطبة في صلاة العيدين. المسألة الثانية فيه أن الخطبة تكون بعد صلاة العيد، خلاف الجمعة فإن الخطبة تكون قبل الصلاة، وذلك لأن خطبة الجمعة شرط من شروطها، والشرط يتقدم المشروع، وأما خطبة العيد فهي سنة، فلذلك صارت بعدها. وهذا عليه جماهير أهل العلم، أو يكاد يكون إجماعا، يكاد يكون إجماعا أن خطبة العيدين بعد الصلاة، فمن خطب قبل الصلاة فهو مخالف للسنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون قبل الخطبة، وكان تفيد الاستمرار، تفيد الاستمرار. ولذلك ذهب جماهير أهل العلم، أو يكاد ينعقد الإجماع، على أنه لا يجوز تقديم خطبة العيدين قبل الصلاة، لكن بعض الخلفاء خطب قبل الصلاة، واختلفوا من أحدثه. هو في عهد بني أمية، منهم من يقول إن أول من فعل ذلك عثمان، ومنهم من يقول أول من فعل ذلك مروان ابن الحكم، ومنهم من يقول غير ذلك. ولكن على كل حال الحجة في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن خطب قبل صلاة العيدين فهو مخالف للسنة. نعم. هذا الحديث فيه مسألتان. المسألة الأولى أن صلاة العيد ركعتان، أن صلاة العيد ركعتان فلا تجوز الزيادة عليهم، هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية ولا يصلي قبل صلاة العيد شيئا، ولا يقول أصلي تحية المسجد، بل يجلس كما دعا
دل عليه هذا الحديث، لم يصلي قبلها ولا بعدها. لكن العلماء اختلفوا لو أقيمت صلاة العيد في المسجد، هذا إذا كانت صلاة العيد في المصلى، أما إذا كانت صلاة العيد في المسجد فقد اختلفوا، هل يصلي تحية المسجد إذا دخل؟ بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فهذا عموم يتناول هذه المسألة، أو لا يصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي قبلها ولا بعدها شيئا في موضعها. من العلماء من رجح أنه يصلي تحية المسجد لعموم الحديث: إذا دخل أحدكم المسجد. ومنهم من رجح عدم الصلاة، لأن هذه صلاة عيد، صلاة العيد لا يصلى قبلها ولا بعدها. على كل حال الأمر في هذا واسع، إن صلى تحية المسجد لا ينكر عليه، وإن جلس لا ينكر عليه، لأن كلا الحالتين لهما وجه واحتمال. فالمسألة اجتهادية ولا ينكر على هذا ولا هذا، هذا إذا صليت في المسجد. أما إذا صليت في المصلى فينكر على من صلى قبله، ينكر عليه. نعم. هذا الحديث فيه أنه لا يشرع لصلاة العيد أذان ولا إقامة، وأنها تصلى بدون أذان وبدون إقامة، هذا هو المعروف من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أذن لها أو أقام فقد خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. هذا يؤيد الحديث السابق أنه لا يصلى قبل العيد شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي قبلها، وأما بعدها فلا يصلى أيضا في موضعها. أما إذا رجع إلى بيته فيصلي إن شاء ركعتين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أما في موضع صلاة العيد فلا صلاة لا قبلها ولا بعدها، وإنما يكتفى لصلاة العيد فقط. نعم. وعن قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول مخطئا ركعا في المصلى ويقول شيئا يدعو الى الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس على ركبتهم فيقوم الى المغرب فتتفق عليه. هذا الحديث فيه مسائل: المسألة الأولى مشروعية الخروج لصلاة العيد خارج البنيان، خارج البنيان، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من المدينة ويصليها خارج البنيان، لأن فيها إظهارا لشعار الإسلام وإظهار لقوة المسلمين، فهي تصلى خارج البنيان، هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا: إلا في مكة فإنها تصلى في المسجد الحرام لفضيلة المسجد الحرام ومشاهدة الكعبة المشرفة، وأما في غير مكة فإنها تصلى، الأفضل أن تصلى خارج البلد خارج البنيان، هذا هو الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج لها. المسألة الثانية كما تقدم أنه يبدأ بالصلاة، أول شيء يبدأ به الصلاة ويقدمها على الخطبة، هذه سنته صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة مشروعية الخطبة للعيدين بعد الصلاة، مشروعية الخطبة للعيدين بعد الصلاة، وأن الخطيب يقف كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف
فيقف أمام الناس متوجها مستدبرا للقبلة متوجها إلى الناس لأنه يخاطبهم، ولا يليق بمن يخاطب الناس أن يوليهم ظهره. هذا هو السنة في الخطبة. نعم، يعظهم ويذكرهم. فيه مسألة رابعة وهي أن موضوع خطبة العيد هو التذكير والموعظة، فيختار لهم الموضوع المناسب الذي فيه تذكيرهم وموعظتهم وتنبيههم، ولا يذهب إلى مواضيع ليس للناس فائدة فيها ولا مصلحة منها، يشغل بها الوقت ويتعب المصلين، وإنما يتكلم فيما ينفع المصلين ويهمهم وينبههم على أخطائهم. هذا هو موضوع خطبة العيد والجمعة، أن يكون فيما يحتاجه الناس. قالوا وفي خطبة العيدين يركز في خطبة الفطر على صدقة الفطر ويبين لهم أحكامها وما يجزئ فيها وما لا يجزي ووقت الإخراج ومقدار صدقة الفطر. وأما في الإضحى فيبين لهم أحكام الأضحية، أحكام الأضاحي من حيث الإجزاء والعيوب التي لا تصلح في الأضاحي وكيف يصنعون بلحومها إلى آخره، لأن هذه هي المناسبة. إضافة إلى الموعظة والتذكير. نعم نعم. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد. عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص، هذا هو عمرو بن شعيب. عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص. ولما كان في قوله عن أبيه عن جده احتمال ما المراد بأبيه وجده، تجنب البخاري ومسلم الرواية عنه وروى له أصحاب السنن، حديثه ما موجود في السنن وليس في الصحيحين للاحتمال في قوله عن أبيه عن جده، من هو أبوه ومن هو ما المراد، فيه إبهام، فلذلك تجنب البخاري ومسلم الرواية عنه. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التكبير سبع في الأولى وخمس في الثانية، هذه تسمى التكبيرات الزوائد، تكبيرات الزوائد سبع في الأولى، قيل منها تكبيرة الإحرام فتكون تكبيرة الإحرام وست بعدها، وقيل لا سبع غير تكبيرة الإحرام، وخمس في الثانية في الركعة الثانية، ويكون هذا التكبير هذه التكبيرات قبل القراءة، يكبر في الأولى سبع تكبيرات ثم يستعيذ ثم يسمي ثم يقرأ الفاتحة والسورة ثم يركع، ثم إذا قام للثانية كبر خمسا ثم تعود استعاذ ثم سمى وقرأ الفاتحة، هذه تكبيرات زوائد سنة، هذه سنة التكبيرات الزوائد سنة، لو تركها صلاته صحيحة، لكن الأفضل أن يأتي بها لأنها من مكملات الصلاة، ويرفع يده مع كل تكبيرة ويسكت بعدها قليلا
ما يواصل التكبيرات بل يسكت بعد كل تكبيرة سكوتا خفيفا، وإذا دعا فيه أو ذكر الله في هذا السكوت فلا بأس. قبل القراءة في كليهما، فيه أن هذه التكبيرات الزوائد قبل قراءة الفاتحة وما بعدها مما تيسر من القرآن. نعم. وعن أبي واقع هذا الحديث فيه بيان السورة التي يقرأ بها صلى الله عليه وسلم في الفطر والأضحى، أنه يقرأ في الأولى منهما بسورة قاف والقرآن المجيد كاملة، ويقرأ في الثانية بسورة اقتربت الساعة وانشق القمر كاملة، لما في السورتين من الوعظ والتذكير وذكر يوم القيامة، وهذا اجتماع عظيم، فتقرأ هاتان السورتان فيه لأجل تذكير الناس وموعظتهم وتنبيههم لما تشتملان عليه من الوعد والوعيد والتذكير يوم القيامة. وفي حديث آخر أنه كان يقرأ بسبح في الأولى والغاشية في الثانية، فيحمل هذا على أنه تارة يقرأ بهاتين السورتين سبح والغاشية، وتارة بقاف واقتربت، وليس هذا من باب الوجوب، بل لو قرأ في غير هذه السور أجزأ، لو قرأ في غير هذه السور من القرآن أجزأ، لكن الأفضل أن يقرأ بهذه السور في صلاة العيد. نعم. وهذا من سنن صلاة العيد أنه يخرج إليها ماشيا، الأفضل أنه يخرج إليها ماشيا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، لأجل الخطوات تكتب له، وأنه إذا ذهب من طريق يرجع من طريق آخر، وذلك والله أعلم لأجل أن تشهد له البقاع التي يمر بها، ولأجل إظهار هذه الشعيرة في البلد، إذا خرج من سوق ورجع من سوق آخر ففيه إظهار لهذه الشعيرة، وفيه أيضا إكثار للخطى، وفيه أيضا إشهاد البقاع له عند الله سبحانه وتعالى، ولأن أهل السوقين أيضا يحتاجون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو يريد أن يتيح الفرصة لمن يريد أن يسأله صلى الله عليه وسلم أو يراه، لأنهم يحبون رؤيته صلى الله عليه وسلم وتقر أعينهم بذلك. نعم. تقدم الكلام على هذا الحديث في أول الكلام، وأن الله سبحانه أبدل المسلمين بيومين من أيام الجاهلية، بدل أيام الجاهلية، فلا يجوز لأحد أن يحيي أعياد الجاهلية، بل يقتصد على أعياد الإسلام، على البديل الشرعي. وفيه دليل على التوسعة في يومي العيدين، توسعة على الأولاد والأهل والنفس والفرح بذلك في حدود المشروع، توسعة لا تخرج عن المشروع. نعم. هذا سبق الكلام عليه، أن السنة أنه يخرج ماشي ولا يركب، وإن ركب فلا بأس، خصوصا إذا كان محتاجا إلى الركوب في كبير السن والمريض، أما القوي فالأفضل أنه يمشي. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن أصابه عمر في يوم عيد
صلى الله عليه وسلم صلاه في المسجد الحرام وورود الاسلام البين. تقدم الكلام على هذا أيضا، وقلنا إن صلاة العيد الأفضل أن تكون في صحراء، تكون في صحراء خارج البنيان، وإذا حصل عذر من مطر يصلونها داخل المسجد لأجل الوقاية من المطر. وأما في غير المطر فالأفضل أن تكون في صحراء خارج البنيان يبرزون فيها لله عز وجل. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. صلاة العيد اختلف العلماء في هم أجمعوا على مشروعيتها، لكن اختلفوا في حكمها على ثلاثة أقوال. قول الأول أنها فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي بقيت في حق الباقين سنة تأكد حضورها، والفرض يسقط بمن تقوم بمن يكفي من المسلمين. وإذا لم يصلها الجميع آثموا، وإذا أبوا أن يصلوها وجب قتالهم، لأنها شعيرة ظاهرة من شعائر الإسلام فيلزمون بها، كما لو أرادوا أن يتركوا الأذان والإقامة فإنهم يقاتلون على ذلك، لأن هذا شعار من شعائر الإسلام. هذا القول الأول، أنها فرض كفاية. والقول الثاني أنها فرض عين، وهو مذهب أبي حنيفة، أنها فرض عين. الأول قول الجمهور، والثاني أنها فرض عين قول أبي حنيفة، ورجحه شيخ الإسلام بن تيمية، لأن النصوص حتى إخراج العواتق والحيض والحرص من الرسول صلى الله عليه وسلم على حضورها يدل على أنها فرض على الأعيان على كل واحد، مثل فرضية الصلوات الخمس. والقول الثالث أنها سنة مؤكدة، أنها سنة مؤكدة، لأن الأعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلوات الخمس فقال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع، دل على أن ما عدا الصلوات الخمس أنه تطوع. نعم. المهم تحقق الرؤية سواء بالعين المجردة أو بالآلة، لكن نقول نحن لسنا مكلفين أن نتخذ آلة، ما له داعي، لكن لو اتخذت ورؤية فيها الهلال عمل بها لا بأس، لو اتخذت ورؤية الهلال المدار على الرؤية سواء بالعين المجردة أو بالمرصد، لكن نقول ما يتعين على المسلمين يقيمون مراصد ويتكلفون، ما له داعي كل هذا. نعم. المتبع في هذا السنة الذي ورد فيه الإيتار نعمل به، والذي لم يرد فيه إيتار هو على السعة الحمد لله. الإيتار ورد في الاستجمار، ورد في أكل التمرات يوم العيد، فيعمل بما ورد به الدليل، أما ما لم يرد فيه الدليل فهو على السعة. نعم. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عمل بالشاهد الواحد في حديث ابن عمر وفي حديث الأعرابي، هذا مذكور في كتاب الصيام. وأما في العيدين يقول لابد من شاهدين لئلا يتسارع الناس إلى الإفطار، لأنهم يريدون الإفطار، ربما يجي واحد ويخبر بأنه رأى الهلال من أجل الإفطار، من أجل أن يفطر ويأكل، فيه تهمة. أما الصيام ما فيه تهمة، لأن ما
ما كل إن يقدم على الإفطار، إفطار شاق إذا اكتفي فيه بواحد. أما الفطر فلأن النفوس تميل إليه، ربما أن واحد يتسرع محبة للإفطار فيخبر أنه رأى الهلال، فمن باب الاحتياط والتثبت لا بد من شاهدين. نعم. أما أنه يعمل فيها عبادات على حرام، أنه يعمل فيها عبادات في هذه الأعياد المحدثة كعيد المولد هذا حرام، لأنه إحداث ما لم يشرعه الله سبحانه وتعالى. أما أنه يعمل فيها أشياء مباحة فهذا محل نظر، فيه التشبه، فيه التشبه، لكن ما هو مثل الذي يحدث فيه عبادات. لكن على كل حال الإحداث ممنوع حتى ولو كان ما يعمل فيه من الأمور المباحة، ممنوع لأنه فتح باب، فتح باب لمشاركة الكفار في مناسباتهم وأعيادهم. نعم. هذا كلام باطل ولا أصل له ولا دليل عليه، هذا من الغلو، هذا من الغلو الذي ما أنزل الله به من سلطان. نعم. لا، لو كان له حديث ما قيل إنه لا تجوز، لا يجوز إحداث أذان أو إقامة ليوم العيد، سنة الرسول تخالف هذا، وما عمله معاوية ثبت عنه أو من باب الاجتهاد، والاجتهاد إذا خالف النص إنه مردود ممن كان هذا الاجتهاد ولو كان من صحابي، إذا خالف النص لا اجتهاد مع النص، هذا لو ثبت عنه هذا. نعم. لأنه ربما من بعضهم أخطأ في إخراجها أو فرط أو حصل من خلل، ينبههم ليستدركوا، ليستدركوا ما حصل. نعم. وليعلمهم للمستقبل أيضا، وليعلمهم للعيد المستقبل. نعم. لا وجاهة لهذا الكلام، لأن القدوة هو الرسول صلى الله عليه وسلم، هو القدوة، فإذا كان لم يصلي قبلها ولا بعدها فهو القدوة، نحن لا نصلي قبلها ولا بعدها في موضعها. أما إذا ذهبت لبيتك صل ما تشاء. نعم. أما في موضع العيد فلا تصلي قبلها ولا بعدها لأنك تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. من مشقة، لأن ما فيه فضاءات، خروجهم للصحراء يكون بعيدا عن البلد يشق عليهم، فلأجل التيسير على الناس رخص لهم أن يصلوا في المساجد من باب دفع الحرج، والأمر جائز ولله الحمد، لكن الخروج هذا أفضل إذا تيسر. نعم. هذا غلط، تنبيه في المسجد الحرام صلاة العيد يرحمكم الله أو صلاة القيام يرحمكم الله هذا غلط، يجب منعه. نعم.
فضيلة الشيخ، فقررنا أن التأكيد كان كبيرا، بعضه من المشرق وبعضه من المغرب كما كان في السبب الأول، هل كان أحمد له المقالب أم بلا ذلك خصوصا بما يستحق من الاتصالات؟ عرفت من حديث كريب مع معاوية وآل الشام وقول ابن عباس، عرفت أنه لا بد من اختلاف المطالع وأن لكل أهل إقليم رؤيتهم، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، ولا يسع الناس إلا هذا، أن لكل أهل إقليم رؤيتهم إذا اختلفت المطالع. نعم. قضية الشيء فالقول الله يعني التكبيرات كما مر في الحديث، سبع بعد تكبيرة الإحرام وخمس بعد تكبيرة الانتقال في الركعة الثانية. نعم. العبرة بدخول الوقت، إذا تأكدت من دخول الوقت صلي الراتبة ولو لم يؤذن. نعم. هذه بدعة، التكبير الجماعي بدعة سواء في الحرمين أو في غيرهم، بدعة يجب إنكارها، لأنها صفة لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. شيء طيب جزاه الله خيرا، إذا قام بالأذان عنك لتحضر الدروس هذا شيء طيب، وهذا تعاون، هذا من التعاون على البر والتقوى. نعم. إذا كان في لحمه غرر فلا تأكله، قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهم، أما إذا لم يكن فيه غرر الحمد لله هو طيب. نعم. من حجر له كتاب اسمه تغليق التعليق، يتكون من ثلاثة مجلدات وصل فيه معلقات البخاري. نعم. وعيد العيد الذي يتكرر كل سنة، إذا تكرر كل سنة فهو عيد، أما إذا عمل مرة ولا تكرر هو ما هو بعيد. نعم. الشمس مخلوقة لله وشعاعها مخلوقة لله والبحر مخلوق لله، والله قادر على كل شيء، أن ينزل المطر من السماء وأن ينزله من السحاب الذي تلقحه الرياح من البحر، الله على كل شيء قدير، لا ندخل في هذه الموضوعات. نعم. وإنزال المطر من السماء يعني من العلو، ما هو لازم أنه من السماء المبنية، لكن من العلو، كل ما علا وارتفع يسمى سماء، قال تعالى والسحاب المسخر بين السماء والأرض، السحاب في الجو والمطر ينزل منه، وليس معناه أنه ينزل من السماء المبنية بل ينزل من السحاب، والسحاب يسمى سماء لارتفاعه وعلوه، وأما مادة المطر فالله أعلم بها، يكون من هذا ويكون من هذا، والله على كل شيء قدير. نعم. قضية الشيخ ما أشوف مانع من كتابة علم بالقلم في صدر النشرة، ولو لم يضعها بين قوسين الناس يعلمون أنها آية من كتاب الله عز وجل، ولو لم توضع بين قوسين أو ينص على أنها آية من كتاب الله الناس يعرفون هذا ولله الحمد.
وأما تعليق الأحاديث في الجدران فهذا لا أصل له وليس من عمل السلف، وربما يعرضها للإهانة والسقوط تحت الأقدام. فتعليق الآيات أو تعليق الأحاديث على الجدران هذا ما نعلم له أصلا من فعل السلف الصالح، أو يعرض الآيات والأحاديث للامتهان. وأيضا غالب من يعلقون الآيات والأحاديث إنما يريدون بذلك الزخرفة والزينة وتزيين الجدران وتزيين الحيطان بالنقوش، ومنها الآيات ومنها الأشجار، وقد تعلق مع صور أيضا، مع صور محرمة، فلا يتلاعب بالنصوص بهذا الشكل. نعم. بعد الله المستعان، هذا يحتاج إلى محاضرات لما بين خروج الناس من القبور إلى دخولهم الجنة أو النار، هذا فيه مواقف هائلة وفيه أخطار وفيه الموقف قبل الحساب 50,000 سنة وهم واقفون في صعيد واحد شاخص أبصارهم إلى السماء 50,000 سنة، هذا الموقف قبل أن يقضى بين الناس. إذا شق عليهم طول الوقوف وحرارة الشمس تقدموا يطلبون الشفاعة من الأنبياء في أن يقضي الله بينهم ويريحهم من الموقف، كما في حديث